مشاهدينا أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج سؤال مشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان وكمان متابعين برنامج سؤال معاكم شيماء محمود وهنكون مع بعض لمدة نص ساعة في سؤال جديد أسئلتنا زي ما عارفين وحفظنا خلاص كلنا يعني سؤالنا بيجيب سؤال وبنسال اسئله من واقع مجتمعنا، حاجات بتمسنا وحاجات متعلقه بظروف حياتنا خصوصا مشاعرنا. اوقات الاسئله بتتعلق بمشاعرنا ومشاعرنا هي اللي بتتحكم في اوقات كتير في تصرفاتنا وفي افعالنا وردود كمان افعالنا. المشاعر يعني زي ما شيرين قالت يا دي المشاعر، المشاعر بتحدد حاجات كتيره قوي في حياتنا، بنبعد عن ناس ونقرب من ناس بس كل حاجه بتزيد عن حدها تتقلب ضدها، اي مشاعر بنحس بيها لو زادت الموضوع بيوصلنا لمشاكل كبيره ما بنقدرش نحلها، فالسيطره ضروري جدا ان احنا نقابلها. من ضمن المشاعر اللي بتقابلنا خصوصا مشاعر في التعاملات ما بين الاطراف، مشاعر الحب وكمان مشاعر القلق واهم حاجه واللي هنتكلم عنها النهارده مشاعر الغيره ومشاعر الشك. انت بتشك ولا بتغير هو ده سؤال حلقتنا النهارده ايه الفرق ما بين الاثنين يعني ايه غيره ويعني ايه شك وهل الغيره والشك حب ولا لا كل ده هنعرفه النهارده في حلقتنا تابعونا في برنامج سؤال بعد الفاصل بس قبل الفاصل افكركم ان حضراتكم هتقدروا تتواصلوا معانا عن طريق رقم التليفون اللي هيكون موجود امام حضراتكم على الشاشه هتكلموني وعايزه اسمع قصص كتيره لان الشك والغيره موضوع كبير جدا ومليان تفاصيل وقصص من واقع مجتمعنا وكمان حياتنا الشخصيه بعد الفاصل هنرجع هنتكلم بتفاصيل أكتر استنونا مكملين حضرك مع حضراتكم بعد الفاصل وكمان بفكركم بسؤال حلقتنا النهارده هو انت بتشك ولا بتغير وكمان بفكركم كمان ان التواصل هيكون عن طريق رقم التليفون اللي ظاهر امام حضراتكم على الشاشه دلوقتي هتتابعونا وهتحكي لنا لنا القصص اللي بتقابلنا بقى عن الغيره والشك ومين فيكم اتعرض للمواقف دي واتعامل معاها ازاي ده اللي انا عايز اعرفه من حضراتكم انتوا النهارده حلقه مخصوص للتجارب الحيه خلونا بس الاول نشوف مع بعض ايه هي الغيره هي احساس ما بين اثنين بعض وخوف من العلاقة أو خوف أن أنا أخسر الحد ده أو أن أنا خايف عليه أو أن أنا بحبه بزيادة مكملين تعرفنا عن الغيرة بس خلونا ناخد اتصال تليفوني من أم مريم ألو أم مريم عليكم السلام اتفضلي صباح الخير عاملة إيه؟ صباح النور إزايك؟ أنا كنت عايزة أسألك أنا مش بشك في جوزي ولا حاجة بس طول يقعد يجيب لي سيرة ستات تانية يقعد يوصفهم لي, لي طول <applause> الوقت طول الوقت معلش طول الوقت بيجيب لك سيرة ايه؟ ستات تانية ستات تانية تمام بس خلاص كده طول انا بهزر معاكي ازاي بيضايقني بيضايق بيدي... طب بتقولي له انك بتضايقي؟ انا بقول له وبعدين <applause> <applause> الصوت الصوت بيقطع يا ام مريم حاولي توضحي بس ال ال ال, ال... كلامك اكلمينا تاني لو لو الصوت فيه مشكله حاولي تكلمينا تاني بس المشكله بتاعتك ظهرت هو جوزك بيخليكي تغيري علشان يخليكي يعني هو عايز يحس بحبك وانت كمان تبقى في نار الغيره وهو ده اللي احنا هنتكلم عنه تابعيني يا ام مريم على مدار الحلقه هنتكلم في تفاصيل كتيره عن موضوع الغيره انا مبتسمه بصراحه لان الغيره في قصه ام مم مريم ممكن تكون دافع للحب ودي نقطة مهمة من ضمن مزايا الغيرة لأن الغيرة لها مزايا وعيوب في بعض الناس لما بتحب حد بتبقى عايزه تحس طول الوقت انها بتحبه فمقياس حبها ايه؟ ان هو يخليكي تغيري عليه فلما تغيري عليه لا انت كده بتحبيني وخايفه ان انا اضيع منك او خايفه تخسريني في اي لحظه فخلاص كده هو كده مطمن على العلاقه ومطمن من حبك ليه بس في حالتك انت كلمي معاه قولي انا بتضايق وما ينفعش تقولي كده طول الوقت و... وانت كمان لازم تبقي ما تزعليش لان تبقي خلاص انا فهمت اللي قصادي يعني عايز يوصلني إيه فما تضايقش بقى أخد الموضوع بضحك وهزار ويبقى في جو لطيف ما بينكم وما بين بعض عشان ما يبقاش في مشاكل كتيرة بخصوص الغيرة وتابعينا هنتكلم عنها بالتفصيل. آه زي ما قلنا الغيرة ما بين الناس وبعضها قبل مكالمة أم مريم خايف أخسر الحد ده فبغير عليه ما يكلمش غيري أو إن أنا بحبه زيادة زي مثلا حالة أم مريم أو إن أنا أكتشف درجة حبه ليا إيه وأوقات بيكون الغيره عشان انا عندي نقص معين ومن هنا هتبتدي المشاكل أشكال الغيرة كتيرة جدا أنا ممكن أغير بشكل إيجابي بدفع الحب بدفع إن بالفطرة إحنا من غير بالفطرة بنخاف على مكاننا بنخاف على شكلنا بنحب دايما نظهر بأفضل صورة في الشكل في الشغل في المادة على قد ما بنقدر بنحاول نوصل إلى شيء من الكمال ده طبيعي عند الناس كلها وفي غيرة يعني مسموحة إن أنا اشوف انا حالي فين واطور من نفسي عشان احسن لان غيري في مكانه احسن فانا لازم اتطور علشان اوصل لمكانه كبيره سواء كان على مدى العلاقات او على يعني استفادتي الشخصيه من ناحيه الشغل ومن ناحيه الماده بس في غيره قاتلة وهي الغيرة السلبية الغيرة السلبية دي هي اللي بيبقى فيها نقص عند الشخص بيحس طول الوقت ان هو حاقد على الانسان اللي بيتعامل معاه بيحس طول الوقت ان هو كره له الخير يعني انا مش عايزة قصادي يبقى كويس فانا غيران منه انا غيران علشان مش عارف اوصل للبني ادم اللي قدامي اللي انا غيران منه او مش عارف اقلده او مش عارف اوصل لمكانه معينه حاسس بنقص معين عندي فبداريه بالغيره وللاسف الشديد في بعض النفوس الغيره لما بتتملك من قلبها بتوصلها لتصرفات سيئه مش بس الحقد ومش بس الكراهيه اللي بتموت القلوب ده لما القلب يموت بسبب الغيره ممكن يوصل لجرائم قتل زي ما قلنا قابيل كان قتل هابيل علشان كان غيران منه وكمان قصه سيدنا يوسف اخواته أزوه علشان هم غيرانين من حب باباهم ليهم فالغيره يعني قاتله فلازم نتحكم فيها شويه خلونا ناخد اتصال من ام كرمه ام كرمه صباح الخير مكرمه الخط قطع حاولي تكلمينا مره تانية خلوني احكي لكم مثل أنا شفته وسمعت عنه مش شفته أنا سمعت عنه من ناس مقربين وفعلا ده حقيقي وبيحصل في الحالة دي وبيحصل في حالات كتيرة. بنت بتحب ولد من حقها المشاعر زي ما قلنا محدش بيقدر يتحكم فيها ويادي المشاعر اللي بتخلينا ما بنقدرش نسيطر على سلوكياتنا وتصرفاتنا في بعض الأحيان. البنت دي بتحب الشاب ده والحب قاتل يعنى حب مرضى بصرف النظر هو بيحبها ولا لا بس هى بتحبه جدا وبناء عليه يكلم اى حد بتعمل مشكله معاه ومع الحد التاني يكلم اي بنت تانية تتخانق مع البنت التانية الموضوع بيبتدى يتطور وهو بيستغل عندها حتة الغيرة وحبها الشديد فبيعزز عندها مشاعر الغيرة زيادة فبتبتدي تتصرف بسلوك عدواني فبتبتدي تغلط في البنات بتبتدي تتلفظ ممكن كمان بتوصل لشيء من العنف او مد الايد او المشاجرات اللي ما يتصحش واللي بتدل في النهايه مش على حب لا ده على حسن عدم يعني عدم عدم حسن التصرف وكمان على سوء تربيه وسوء اخلاق لان الواحد لما يتطور بيه الحال ان هو يمد ايده او يغلط او يضرب او كده علشان خاطر بيحب حد فلا هنا الموضوع محتاج اعاده تاهيل نفسي وسلوكي معانا اتصال ممكن أقول الو رأيي في موضوع الو ايوه الو اتفضلي ايوه جواب من الاطوال، ممكن اقول رايي في موضوع الغيره؟ اتفضلي حضرتك احنا كل انسان عنده مواهب وكل انسان عنده ملكات ربنا مخ... ربنا حبيبي يعني. ل... اه الذكاء ان الانسان يشغل نفسه بنفسه مش بغيره حيلاقي نفسه تطور لانه سبحان الله دي ارزاق ربنا بيقسمها يعني في انسان ربنا بيرزقه بمحبه الاخرين، في انسان ربنا بيرزقه بالعلم، في انسان ربنا بيرزقه بالمال، في انسان ربنا بيرزقه بالسلطان. سبحان الله كل انسان ربنا مديه مواهب ومديه قدرات. حقيقي. من الذكاء ان الانسان ما يقدرش من الغير لكن يشتغل على نفسه حقيقي. نفسه بقى احسن وبقى يتطور احسن وبقى وصل لكل ما يتمناه. بشكرك أن هو يدعي ربنا دايما ان ربنا يدبر له امره بالظبط القرب من ربنا القرب من ربنا بصوة. دي حاجه مهمه جدا وهي اللي بتخلينا نقدر نتحكم في اي مشاعر سلبيه ممكن نحس بيها وارد البني ادم نفسه ضعيفه وممكن يحس في اي لحظه بضعف في النفس او بدايه شراره غيره او الى حد ما هو بيبص لغيره لكن قربك من من ربنا وتحكمك في نفسك وشخصيتك هي دي بقى اللي بتفرق وبشكرك لاتصالك والغيره زي ما قلنا موضوع مهم وخطير الحقيقه لان الغيره لما بتزيد عن حدها بتقلب لشك الشك مأساة اكبر بكتير جدا من اضرار الغيره السلبيه البني ادم اللي بيشك ده يعني بيبقى عايش في نار حقيقه طول الوقت بيبقى مش عارف يعمل إيه ومش عارف يتصرف ومش عارف يستمتع بحياته خلوني الأول نتكلم مع بعض إيه هو الشك وهو زي الغيرة ولا لأ وإيه الفرق ما بينهم الشك هو حاجة الواحد بيفكر فيها في دماغه حاجة هو عايزها وبيتمناها وعايز يصلها وأفكار تانية يعني هو بيفكر فيها برضه احتمالات تانية بس هو مش عايزها ولكن بتبقى محطوطة قدامه طيب أنا لما أشك مثلا في الاختيارات اللي قدامي اه اختيار في هوى نفسي واختيارات تانية أنا مش عايزها قوي فبيبتدي الموضوع يعمل تذبذب يعني في في توتر بيحصل وبيخلي الواحد بشكل غير إرادي بيتصرف بشكل مش سوي بس أنا هقول لكم على حاجة علشان اه يعني يبقى في اه نقطع الشك باليقين زي ما بيقال لازم يبقى في دليل قاطع على الحاجة اللي احنا شاكين فيها لو شاكين ان حد بيغدر بينا يبقى معانا دليل علشان ما نظلمش حد مكملين في موضوع الشك بس خلونا ناخد اتصال الو الو ايوه تعرف بيكي اتفضلي انا ام كرمه انا قاعده بقالي كتير على التليفون معلش يا ام هو تقريبا في مشكله في الخط ويعني حاولي تكلمينا تاني تفضلي انا عايزه اسمع رايك في موضوعنا الشك والغيره احنا كنا بنتكلم عن الغيره ودلوقتي بنتكلم عن الشك انتي تعرضتي لاي موقف من الموقفين دول مكرمة هي تقريبا في مشكله عندها في الخط هي بتكلمنا في اول الحلقه والخط أو فصل يعني حاولي تكلمينا تاني هستنى مشاركتك معانا بس خلوني برضو افكركم بان الشك الواحد بيفكر أنه هو متردد في احتمالات كتيره هو مش عارف يطمن ليها الشك ممكن يولد عندنا طاقه سلبيه كبيره جدا وفي جرائم قاتله بتحصل يعني مثلا في زوجه كانت بتشتكي وقصه حقيقيه بتشتكي ان زوجها من كتر ما هو بيغير عليها وابتدى الموضوع يوصل لمرحله الشك هو ابتدى يشك في سلوكياتها مع الناس اللي حواليها حتى اخوه حتى كمان في نسبه والموضوع مشكله جدا وطلب تحليل دي ان ايه وهي رفضت ولما قالت له خلاص انا هوافق بس انا هنفصل عنك ورجع لا لا ده انا بحبك لما تطمن الموضوع بيوصل ل يعني مشاكل كبيره جدا حضراتكم قلتوا ايه عن الشك وعن الغيره؟ ده موضوع يخصكم انتوا وكنت عايزه بشكل كبير النهارده اعرف اراءكم بما انها مشاكل حيه خلونا آه نشوف آه المشكله فين واراء حضراتكم آه ايه عن الموضوع بس زي ما قلنا ان الـ ان الانسان آه لازم طول الوقت يبقى آه قريب من ربنا عندنا رأى وليد بيقول يعنى خارج كلام قل ودل بيقول خلاصة الكلام الغيرة دليل الحب وهو مطلوب بقدر قليل جدا لكن الشك دليل على عدم الثقة وهو بيهدم العلاقة ما بين الطرفين وده كان رأي وليد معنا بنشكرك يا وليد ريهام السرفي بتقول الغيرة المعقولة الطبيعية مطلوبة في العلاقات عشان تبقى علاقات عفية لكن الشك لا طبعا بيفسد أي علاقة وعندك حق فعلا يا ريهام في آراء كثيرة حضراتكم بعتوها والحقيقة أنا مبسوطة بالتفاعل لأنه واضح إن الموضوع عامل مشاكل عندنا رأي من هويدا صالح بتقول الشك معاناة كبيرة وسببه عدم الثقة في النفس والغيرة أما الغيرة في حد ذاتها غيره مشروعه أه لو في حدود لكن لو زادت عن الحد بيختفي الحب واي علاقه حلوه أه بتختفي يعني اي علاقه حلوه بتختفي لو الشك زاد ولازم نتبع مبدا حرس ولا تخون وهي دي النقطه في الشك والعلاقات عموما ان احنا ناخد حرصنا ولكن بدون بقى ما ما يبقى طول الوقت حاسين بان احنا شايفين اللي قصادنا ناس خاينه عندنا راي كمان عاصم محمود عاصم بيقول الغيره مش معيار لدرجه الحب هي بتبقى بناء على الثقافه وعن التربيه طالما هي غيره مشروعه ومش مبالغ فيها بدون مشاكل وتسلط وتحكم ده بيبقى ما فيهوش مشكله اما الشك معناه عدم الثقه وبالتالي احد الاعمده الاساسيه في العلاقه بتكون مش موجوده وده كان راي عاصم وراي حضراتكم كتيره وللاسف انا مش هقدر يعني اقولها كلها النهارده ولا حتى كمان اقدر اخد كل الاتصالات بس واضح ان موضوع الشك والغيره موضوع مهم جدا نعمل ايه بقى لما نتعرض للغيره والشك ضغط النفس اهم حاجه لان الغيره مشاعر غضب والشك مشاعر حيره وفعلا بتولد الى كتير من الجرائم، لازم يكون عندنا ثقة في نفسنا، احنا مفيش حد أحسن مننا، أنا قريب من ربنا كفاية لأن أنا راضي بحالي وشايف إن أنا أحسن من غيري مهما كان غيري أحسن ولكن أنا عندي رضا وثقة في ربنا إن هو هيديني من غير ما أحقد على أي حد والشك بيولد الظلم فابعدوا عن الظلم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، أوعوا تظلموا حد إلا بدليل، عندك شك خليه جواك اتعامل عادي واثبت بقى بدلايل وخلي بالكم النقطه انا في دماغي شيء معين ممكن يبقى وهمي في اي حاجه واي تصرف واي كلمه هشوفها بناء على الحاجات اللي انا شايفها نلجا للمتخصص ودي نقطه مهمه في ناس مريضه نفسيا عايزين نبعد عنها ما تخلوش اي حد يستغل مشاعرنا وهنقدم مع بعض موضوعات كتيره جدا وانتظرونا في الحلقات القادمه والحلقه القادمه كمان هتتقدم وهنتكلم مع بعض وهنتفاعل اكتر بشكل مختلف وجديد كمان عن برنامج سؤال وهستنى كمان ارائكم واقتراحاتكم عن طريق تفعيل هاشتاج سؤال اسالوا كل الاسئله اللي انتوا عايزين إيه اجاباتها هتكون معانا الاجابات بفكركم بس ان الانسان لازم يبقى سوي نفسيا طول ما احنا بنحب بعض بنحب الخير لنفسنا وبنقرب من ربنا قلبنا دايما هيبقى صافي ونظيف وكمان هنكسب ناس وهنكسب علاقات وعمرنا ما هنخسر واهم حاجه هنقرب من ناس تستاهلنا واحنا نستاهلهم استنونا في حلقه جديده بشكل جديد الاسبوع الجاي ان شاء الله قبل نص ساعه من دلوقتي في برنامج سؤال معايا انا شيماء محمود اشوفكم على خير